أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية، وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. ولكن إلى أين؟ الأحداث المنتظرة؟ ما السبيل إلى العودة؟ هذا ما سنعرفه داخل الكتاب. السلام عليكم. اسمي شوي هيك هيك هيك، كل شيء تمام. سلام سلام، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صار لي يمكن شهر مش طالع عليكم فيديو طويل، بس والله 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 يعني ماليش عين احكي، بس عم بحضر لكم بإشي جديد. والله والله هالمره في إشي فيه تعب، ما رح احكي شو هو بالضبط، بس هو عباره عن سلسله قصيره، يعني رح تكون دقيقة ونص ماكسيمم، تمام؟ عشان إن شاء الله تصير تنزل على القناة كفيديوهات قصيرة وكفيديوهات طويلة، بس دقيقة ونص ماكسيمم يعني، أو دقيقتين. فهذا هو السبب اللي هاي الفترة عم بيخليني يعني أشتغل عليه، ومش عم بيخليني أصور كتير. المهم يا جماعة، يوم ميلادي كان قبل كم يوم، زي ما شفتوا بالعنوان حبيت أفتح معكم الهدايا، وأكيد مش رح أخلي الفيديو يعني بس هيك إشي تافه، يعني بس إني أفتح الهدايا أنبوكسينج وش عارف شو، لا هفتحها معكم وأحكي لكم أشياء مفيدة، أشياء تعلمتها لما وصلت عمري 30 واكثر. فشو اسمه، بغض النظر انه انا كبرت وصار عمري 32 وانا بضل احس حالي عمري لسه بالعشرينات، ما بعرف ليه يعني مش قادر استوعب، بس فعليا النضوج يعني الحمد لله في نضوج في الموضوع، في تجارب كثيره، تجارب هيك كسرت ظهرنا على الاخر صراحه اخر كم سنه اوف. المهم خلوني ابلش فتح الهدايا، بس قبل ما نفتح المهم قبل ما نبلش فتح الهدايا لا تنسوا تعملوا لايك لقناتي. اوكي لا تنسوا تعملوا شو كنت احكي، لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر، واعملوا كومنت عليه، اكتبوا لي معايده حلوه هيك بالكومنتات يمكن عشان اقراها وارد عليكم، اعملوا سبسكرايب لقناتي، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس عشان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي واشعارات. ان شاء الله يا رب هيك يوتيوب يصير يبعث اشعارات ترجع قناتي زي اول، قولوا امين يا رب يا رب. هذا انستغرامي ضيفوني عليه حتلاقوه باول تعليق. يلا نبلش فتح الهدايا. للعلم انا ما عملت حفله ولا شيء، بس عملت جلسه فوتوشوت صور يعني وهيك فيديوهات حلوه، نزلت لكم اياها فيديوهات قصيره على قناتي زي ما حطيت لكم باول الفيديو، بس جلسه تصوير يعني. اول هديه معانا لهذا اليوم هي هاي الشنطه الكيوت، هاي الالوان كثير بحبها، بحس هيك الوان الاولد ماني. وصلني كمان هذا الكتاب اسمه محاط بالنرجسيين، وفرصة أكمل السلسلة تبعت النرجسيين صح؟ كتير بحب أتثقف بهاي الكتب عشان أفهم الشخصيات اللي حوالي. هاي الهدية هلأ وصلتني قبل شوي والله، صدر مطحون وإشي اسمه الوسمة. الصدر كتير مفيد للشعر فقررت إني أستخدمه فترة عادي، أصلاً الوسمة عشان الشاب، تصبغ الشاب بعد الحلم. ما شيبت أنا أبداً من الحياة. اللي بعده هاي الهدية اللي بتجنن، شوفوا. هلا أنا عملت جلستين تصوير ليوم ميلادي، واحدة بتاج شفتوها بالزهر بصان زهر، واحدة بطوق ورد، وكنت عم بدور على طوق ورد يدوي، إشي يكون يعني معمول بال يعني هاند ميد، يكون على ذوقي زي ما أنا بدي، لأنه ما في إشي حلو بالسوق حرفياً. الصفحة بعتت لي هدية، شوفوا. نتفتها مبدئيا، أول واحد هاد، شوفوا ما أحلاه ما شاء الله، لسه ما تصورت فيه، رح ألبسه هيك على فستان عندي، بتعرفوا الكرز؟ رح ألبسه عليه إن شاء الله ليوم أتصور فيه. هي شوفوا الطوق هاد زي الورد الجوري بيسطل، والطوق الثالث هذا كتير حلو، إشي كتير كيوت كتير بحبه، اللي ما بيعرفوا إني بحب هاي الأشياء أنا فتحتها قبلكم أكيد. الهدية اللي بعدها سنسال فضة، شفتوا الكياتة؟ بيته كتير كيوت كمان. هاي السنسال الثانية، هاي يعني من أحلى الهدايا صراحة، لأنه أنا كتير بحب، أنا بموت على إشي اسمه فضة، حتى هون شوفوا لابسة سلسال فضة، جاني هدية برضه زادة مكتوب عليه. وهاي الهدية ماما جابت لي إياها بتجنن، كتير كتير حبيتها. هذا البنطلون، هاي البلوزة شوفوا، والقماشة بتعقد. الهدية اللي بعدها عبارة عن صندلين، أنا هاي الألوان كتير بحبها، عسلي. شوفوا لاحظوا إنه أنا ألواني كلها هيك. وهاي الهدية كمان هفتحها معكم، هاي ما فتحتها لأنها هيك مكبسة، قلت ما رح أحرقها، خليني أتفاجأ.
ياك. اوه مطرة. اسمعوا معي، في حدا عنده هذا المرض زيي؟ اوكي نستمتع شوي. ياي. اوه بتسطل. حرفيا ناقصني مطرة. هاي من احلى الهدايا لاني عن جد بحاجتها. من جوا كمان هيك بتحفظ المي باردة. وهاي الهدية. واي مايك. اسمعوا مايك للتليفون، كثير بحاجته انا صراحه. ثانك يو. بتجنن. اشياء محتاجيتها، بكيف على الناس اللي بتعرف شو انت محتاج بتجيب لك اياها. هاي الناس انا صراحه كثير بعزها. اكسسوارات. الاولى بفتح الكيس معاهم كمان هاد، بس مش عارفه وين احطه صراحه. كثير كيوت. حبيت ساعه، بيجنن. انا كثير بحب هاي القصص. وهذا كمان شوفوا. كثير بجنن. يا سلام. I love it. لانه زادة فبموت على اشي اسمه فرشات. طبعا يا جماعة انا كل شيء في حياتي في غرفتي تقريبا فرشات، تخيلوا. شوفوا. وهاي الهدية. الله. انا كثير بحب هاي القصص، شنطات، صنادل، لبس، اشياء، اكسسوارز، بموت على هاي القصص. معها هاي. يا سلام. شوف هاي كثير بتجنن. قبل هدية فطور حورجيكم شي جلام شو بعتولي. بعتولي هذا البرايمر وهدول ما بعرف اذا شفتوا، عملت لهم اعلان قبل فترة. شوفوا هدول عبارة عن اشياء الحواجب، هيك اشي بيكمل الحاجب زي لون شعر الحاجب، بجنن. فتحت منهم هدول انا، بيسطلوا. شوفوا الالوان بتجنن. شوف واو. بعتولي منهم بجوز 8 حبات او هيك شيء، كثير يعني. هيك طلعوا شوفوا. وهاي ياي كيوت. ياو. اخر هدية فطوم. الحقيقة انها كانت مغلفة الهدية، اوكي؟ كنت ناوي افتح هديتها معاكم، يعني افتح الورق وهيك. صورنا فيديو شورتس انا وفطوم وانا بفتح الهدية وردة فعلي كل شيء، بالاخر الكاميرا طلعت ما بتصور. قلت خلص تعالوا خير يعني، انه مش مشكلة. فطوم جابت لي اشي كثير انا محتاجيته صراحة، وكنت اجيبه هاي الفترة يعني. فجابت لي سماعات، جابت لي ايربود، وجابت لي مسكارة. هاي مسكارة المفضلة عندي صراحة، هي بستخدمها من سنين صراحة. ثانك يو فطوم. اوكي يا جماعة، صراحة حابة الفيديو يكون مفيد، يعني مش حابة اطلعكم من الفيديو بس انه اورجيكم الهدايا وهيك، حابة جد يكون الفيديو مفيد. حابة احكي لكم شو كان شعوري وايش تعلمت شغلات لما وصلت سن الثلاثين. دايما كنت اسمع انه سن الثلاثين غير، البنت بتتغير، الشاب بيتغير، يعني عن جد انه يحدث تغيير بالشخصية. حرفيا مزبوط ومليون بالمية، بتتغير شخصيتكم. يعني شايفين هاي السنتين اللي انا مريت فيهم معكم، شوي عم بقلل ظهور على اليوتيوب، مش كتير بصور. يا جماعة شخصيتي عم تتغير. هاي بحسها مرحلة مفصلية، ما عدت زينة اللي بالعشرينات، نفس الطاقة، نفس الشغف ونفس الأهداف. لا، في شغلات كتير عم تتغير بشخصيتي، عم تتطور. في كتاب اسمه متعة أن تكون في الثلاثين، مختصر الكتاب، شغلات رح أحكي لكم إياها هلأ، فعليا عم بمر فيها. والله كل ما اتذكر اني صرت 32 هيك احيانا بتضايق صراحه، انه متى الحياه مرقت فيي هيك. بس بقول الحمد لله طبعا. اكيد بتذكر انه اعمار اهل الجنه هم ابناء الثلاثون، ف اتس نايس يعني، عمر جميل ولازم نعيشه اكيد. من الشغلات اللي حسيت حالي عن جد تغيرت بشخصيتي بسن الثلاثين، اول اشي النضج الشخصي. هاي الشغلة حتقرأوها بكتاب متعة ان تكون في الثلاثين. تحسوا حالكم فعليا نضجتوا، تحسوا حالكم نضجتوا، شخصيتكم عم تتغير، عم تتبلور شخصيتكم، عم بتبلشوا تحددوا اهدافكم بشكل اعمق، بتصيروا تعرفوا شو بدكم عن جد، بتصيروا تبلوروا الشخصيات اللي بحياتكم. مش اي حدا يدخل حياتك، مش اي حدا يكون صديقك، مش اي حدا يكون بمحيطك. هذا الاشي صراحة اخر سنتين كتير عم بيصير معي. بتصيروا تعرفوا نفسكم بشكل اعمق، تعرفوا على ذاتكم، بتصيروا تتعلموا من اخطائكم السابقة. يعني مريت بحياتك التجربة، الحياة بترجع بتعيد، ممكن تعيد معك نفس التجربة عشان تمتحنك. بصيروا تحكوا لا هون ستوب، هذا الموضوع عمل فيه هيك، ما رح اقرب عليه، رح احط له حدود. فعليا هذا اللي بيصير معي انا.
الشغلة الثانية بتصير عندكم رؤية أكثر لأهدافكم، بصيروا تعرفوا عن جد إيش بدكم من الحياة. قبل ما بخفيكم بالعشرينات كنت ماشي هيك كيف ما تيجي تيجي، أنا بقدم اليوم وخلص كيف ما تيجي تيجي. هلأ صرت أقدر قيمة الوقت أكثر، أحس إنه ما بدي أهدر وقتي على أشياء تافهة. العمر بحياتي يعني مهم، إني أقضيه أشياء مهمة أنجزها، ما أضيعه على الفاضي. ومن أهم الشغلات بتصيروا أكثر انتقائية باختيار أصدقائكم. وأجت سيارة الغاز، استغفر الله العظيم يا ربي. طلع الساعة، نرجع لموضوعنا. بتصيروا أكثر انتقائية باختيار أصدقائكم، بصفة إنه أنا يعني الحمد لله عندي مثلا قاعدة جمهورية حلوة، بقى كتير في ناس بعتولي إنه نفسي أكون صديقتك، أو حتى الناس اللي بخالطهم بحاولوا كتير ناس يتقربوا مني. أنا اجتماعية مع الكل وبحب الكل، بس موضوع الصداقة يكون حدا قريب مني من حياتي وأسراري وبيست فريند يعني لا، مش أي حدا. فأنا بحس إنه عمر الثلاثين خلص توقفوا اختيار أصدقاء جدد كأصدقاء يعني دائمين best friend. بصيروا مثلاً أصدقاء عمل، ممكن إنجازات كذا، بتصيروا تخافوا إنه ترجعوا تجربوا في الناس وتنصدموا فيهم وتاكلوا مقالب فيهم. خلاص يعني خلاص يعني فاهمين علي، توصلوا لمرحلة إنه مكفي مش ناقصني، خلاص وصلت مرحلة وعمر إنه بدي راحة بال، بدي هدات بال، بدي سلام داخلي. شغلة من الشغلات اللي تعلمتها أنا شخصياً، شغلة كتير مهمة رح تنصدموا منها، أنا من الشخصيات اللي بتحب الحب خصوصاً باختيار شريك الحياة، بموت على إشي اسمه الحب، والشكل المظهر الخارجي كتير مهم عندي صراحة، بحب يعني خلاص مجبول فيه. من الشغلات اللي تعلمتها إنه الحب ليس كافيا في الحياة، يعني انه لو في شخص اجاني تقدم لي حبيته وعشقته او عرفته بمحيط العمل مثلا متت عليه كمشاعر ما بيكفي. اذا كانت شغلات تانية مش متوفرة فيه زي التوافق الفكري، الصفات الاخلاقية، التزام، السمعة مثلا، هاي الشغلات اذا مش منيحة فيه ما بيزبط، لو كنت بموت عليه ما بيزبط، لانه الارتباط بيربطك في هذا الشريك طول الحياة. الحب له وقت يعني له طعمه ورح يضل في الحياة، بس الشغلات التانية هي الاهم اساسية. فشو الفايدة اذا حبيت شخص وتزوجته وطلع اخلاقه زبالة مثلا، بيعاملك معاملة سيئة، بيكذب، بيخون، نصاب، محتال مثلا، ما بتقدر تكمل معه. السمعة مهمة في الحياة، الاخلاق مهمة بالتعامل، التوافق الفكري، كل شيء يعني الاتفاق بينكم مهم. فهاي شغلات صراحة ما وعيت لها إلا يعني صراحة بعد الثلاثين. قبل كنت مش جاهلة، يعني كنت أعرف هذا الحكي بس ما أعيشه داخليا. فبحس حالي صرت أدعس على شعوري حرفيا بمعنى الكلمة. إذا كان الشخص مش مناسب من هاي نواحي ببعد، بختفي، بختفي تماما. بعاني فترة إنه أنا هذا الشخص مثلا حبيته أو حبي إنه أكون معه أو يكون معي، بس العقل يقول لا، فخلص انتهى. القلب بحاجة لفترة ابتعاد ونسيان وانشغال عشان خلص يروح الموضوع يندثر مع الزمن. أنا بتعرض لمواقف كتير ما يغركم. يعني من الشغلات اللي حرفيا بلشت أنتبه عليها هلأ لما صار عمري 32 ورح تنصدموا، اللي هي الاستقلال المادي. عمري ما فكرت إنه لازم يكون عندي مبلغ احوش، اجيب سياره مثلا، ادخر كل قرش بيجيني، انه اوكي بصرف، بعيش حياتي، بعيش اللحظه. جديد بلشت افكر انه لا، لازم انتبه على هاي الامور، لازم اوفر على حالي بطرق معينه، لازم يكون لي مشروعي الشخصي الخاص اللي الله اعلم متى اعمله. فعليا بلشت افكر بهاي الشغلات هلا. واخر شغله واهم شغله تعلمتها كمان انه كيف اكون مرنه واتكيف مع الظروف اللي صارت معي. كيف يعني؟ يعني قبل كنت بصراحه أنا من الناس اللي التجاوز بياخد عندي فترة طويلة، بس أتأثر بصدمة معينة بتاخد معي وقت تسحب معي. من الشغلات اللي تعلمتها السنة هاي والسنة الماضية إنه أوكي خدي وقتك بالألم، عيشي اللحظة هاي، عيشي وقتك عبل ما أنت يعني تصفي من جوا وتتعافي. ما كان عندي زمان موضوع التكيف، إني أتكيف مع الظروف، خلص أضلني أتحسر، عندي كان حسرة قبل. فهلأ صار عندي وعي أكبر إنه لو استمريت بالقوقعة هاي اللي كنت فيها ومثلا ما بعدت حيصير شغلات أعطل أسوأ. بلشت أوعى وأتكيف، كل شي بيصير لخير أكيد، وأحمد ربي الحمد لله وأتعدى. خلاص راحت راحت، الله معها، اللي فيه خير إلك الله بيجيبه، اللي ما فيه خير الله بيبعده. وصار عندي قناعة تامة حرفيا بشعور كامل بهذا الشيء. أحيانا الإنسان بضعف صح،
بس لا، بصير عندك وعي اكبر انه بقناعة اكتر انه اللي صار هو الصح وهو الخير. فهمت علي؟ من الشغلات اللي بعتبرها حسنة وسيئة بنفس الوقت، الوعي اللي بيصير عندكم بسن الثلاثين، واللي بيحضروني بعمرهم بالثلاثينات حيفهموا علي، اختيار وانتقاء الاشخاص والاشياء اصعب بكتير من سن العشرينات. العشرينات فيه اندفاع، ما فيه تفكير كتير، فيه عاطفة. الثلاثينات بتصير تحسبها صح، بصير اختيارك حتى سوري يعني للأشخاص مثلا شريك الحياة أصعب بكتير من قبل. كنت أفكر إنه يعني إنه لما أكبر أكتر إنه أوعى أكتر بصير أسهل. لا، بتصير توعى إنه مش أي حدا مناسب إلك، لفكرك، لحياتك، لتفكيرك، للايف ستايل تبعك، which is هذا إشي كتير متعب يا جماعة، يعني جد متعب. مش أي حدا بيلبق لك، مش أي حدا بيكون مناسب إلك. بتصير عن جد تستخسر وكونه لأي إنسان. لا، إلك قيمتك، بتصير تعرف ذاتك، تعرف قيمتك، تعرف شو أنت، مين أنت، بتصير تعطي نفسك أولوية. هذا الإنسان مثلا منيح بس مش إلي، بتصير تعرف مين الشخص المناسب إلك. الموضوع كتير صعب يا جماعة، صعب صعب صعب، يعني بتصيروا صعبين عن جد، يعني فوق ما أنا أصلا صعبة هاي الشغلة وهاي الناحية صرت أصعب. بس والله نصيحة من ثلاثينية جادة، استقلوا ماديا، اتعبوا على أنفسكم، انجحوا، انتبهوا على صحتكم، انتبهوا على مادياتكم، انتبهوا على سلامكم الداخلي، كتير مهم. بقول لك إيش سر الجمال؟ جمال البشرة وجمال الصغر وجمال العمر، إنه مثلاً عمرك يكبر ما يبين عليك العمر. هدات البال يا جماعة، والسلام الداخلي والروحي، طول ما أنت ماشي صح وسلامك الداخلي داير بالك عليه ما رح تحس بنذالة الحياة. فاهمين علي؟ طول ما أنت ماشي صح مع ربنا حتكون إن شاء الله أخف عليك تقدم العمر وضغوطات الحياة. فبس والله أعطوا كل الحب لأهلكم لأنه هم اللي بيستاهلوا حرفياً، ولا تصرفوا مشاعركم على أشخاص خطأ. وبس والله هذا كان الفيديو لليوم، فديروا بالكم على حالكم، لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو بليز عشان ينتشر يا جماعة. قناتي كتير آخر فترة تعبانة، يعني اليوتيوب ما عم يدعم القناة عندي وما عم يبعث إشعارات ولا إشي، فكونوا أنتوا إشعاراتي، حطولي معايدة حلوة بالكومنتات عندكم. وبس والله بحبكم كتير، ديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.